بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بالمحاضرة السابعة من مساق أساسيات البرمجة. واليوم احنا حندخل في موضوع جديد وهو عالم اللوبس. والمواضيع اللي حناخدها اللي هي طبعا حنحكي كمقدمة شوية عن اللوبس، وحنتطرق طبعا لأهم أداة في عالم اللوب اللي هي الوايل. وطبعا بما ان هذا الموضوع يعني مهم جدا، حيكون عندنا عدد لا باس به من الامثله، وحنشوف مع بعض موضوع الاكيوميليتور او الصميشن، وموضوع البرودكت او الفاكتوريال كيف بتم تنفيذهم بعد ما فتحت لنا بوابه اللوب، واخر شيء حنتطرق لعالم النستد وايل. ونبدا اولا باللوب وما هو اللوب. طبعا بيقولنا هان في مع انه موضوع في الجافا ستيتمنت اللي خاصه بالديسيجن، يعني بيحكوا هان على الاف كونديشن، كانت اكستريملي امبورتنت، مهمه جدا، الا انه ذا ريل باور او القوه الحقيقيه اللي هي عمليه اللوب، اللي هي الريل باور، هي فعليا هي القدره على انك انت تقدر تعيد او ريبيت جروب اوف انستراكشنز numerous times. هذا هو جوهر اللوب، اللي هي موضوع الإعادة. وبحنشوف مع بعض انه بالفعل عالم اللوب هنا حيفتح لنا ابواب كتير. يعني احنا شفنا مع بعض انه لما دخلنا في عالم الاف كونديشن، انه بالفعل قبل الاف كونديشن كنا يعني الامور عندنا يعني ضيقة ومربطين، الا انه اف انا فتحت لنا أبواب لا بأس بها، لكن عالم اللوب حيفتح لنا أبواب أضعاف مضاعفة زي ما هنشوف مع بعض. فالفكرة من موضوع اللوب، يعني كأقرب مثال من ضمن الأمثلة اللي احنا أخذناها موضوع تقييم الطالب حسب المعدل تاعه. فإذا كان مثلا المعدل تاعه من 90 لمية، كنا نعطيه الجريدينج A أو من 98 B ومن 70 إلى 80 C إلى آخره. لكن هذا الكلام كان يتعلق في مين؟ خصنص فقط لطالب واحد. لكن احنا لو عايزين نعمل كلام هذا، نعطي الجريدز هذول لكل كلاس، يعني لكل طلاب الكلاس. فبالتالي احنا لازم يكون في عندنا ميكانيزم او آلية او امكانية او اداة تسمح لي ان انا اقدر اعمل ريبيت لهذا الاكشن لمين؟ لكل الطلاب اللي بالكلاس. وبالتالي احنا اجت معنا هنا موضوع الريبيت، وهي كلمة الريبيت طبعا هي جوهر اللوب زي ما هنشوف مع بعض من خلال امثلة. طبعا بيقول لي هان هو التعريف اللوب اساسا، احنا هو كونسبت نفسه معناته انه اللي هو يعني جزء من البرنامج اللي ريبيتس، اللي بيكرر لمين؟ جملة او مجموعة من الجمل، هذا اللي بنسميه اللوب. الان مجموعة الجمل هدول او الجملة هاي اللي بتتكرر، هذا اللي بنسميها مين؟ البادي تاعت اللوب، زي ما هنشوف مع بعض من خلال الامثلة. الحين طبعا بقول لي هنا في كل تكرار، كل عملية تكرار لللوب بادي، يعني قديش بتم كل العملية الواحدة بنسميها ايه؟ الايتريشن، اللي هي اللف يعني او الدوران. طبعا احنا الجافا هنا has three looping control structure، في ثلاث انواع لللوبينج. في عنا الوايل لوب اللي طبعا حيكون هي تركيزنا خلال المحاضرة هاي، والدو وايل لوب والفور لوب، وطبعا هذول التنتين حنحكي عنهم ان شاء الله المحاضره القادمه. لكن لاحظ احنا في موضوع الكنترول ستراكشر اللي خاص بالكونديشن كنا استخدمنا فقط اف واف والس طبعا وتبعاتها، لكن هنا في عندنا ثلاث انواع وكلهم مشهورين، الوايل لوب والدو وايل والفور لوب. طبعا لو عايزين نطلع الفكره او المفهوم كلمه اللوب كالتالي، وليش هي بتختلف عن الكونديشن، عن موضوع الاف كونديشن. يعني اولا هو ان لابد من وجود عند شرط، لابد من وجود الكونديشن. الان هذا الكونديشن اذا كان فولس، فاحنا حنتجاوز مين؟ البادي تاع اللوب، نفس فكره الاف تماما. لكن هذا المفارقه عاد بانه اذا كان عند الشرط ترو، حبدا انفذ انا في الستيتمنت للبادي تاعت اللوب، وبعدين بعد ما ينتهي بيرجع وين؟ كمان مره على مين؟ على الكونديشن من اول وجديد. هذا اللي احنا بنسميها فاللوبينج من هان، يعني سر اللوبينج او المفارقه بينها وبين الاف اللي هي هان، بانه بعد ما ينتهي من 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 تنفيذ الستيتمنتس اللي خاصه بالبادي تاعت اللوب،
بيرجع كمان مرة على الكونديشن ويشيك. فإذا كان الكونديشن فولس حيطلع من البود تاع اللوب، وإذا كان ترو حينفذ الستيتمنت ويرجع كمان مرة يشيك إذا الكونديشن ترو أو فولس. لكن لاحظ في موضوع الكونديشن تاع الإف ستيتمنت ما فيش هو التشيك فقط، كان يعملي تيستينج للإكسبريشن مرة واحدة. إذا كان ترو حينفذ الستيتمنت تاعت الإف، بعدين حيستمر يعني حيمشي قدما، ما بيرجعش كمان مرة يشيك على الكونديشن. هذه المفارقة اللي بين الإف وبين اللوبين. طبعا احنا حكينا هنا انه هذول اشهرهم الفور لوب والوايل لوب والدو وايل لوب، وطبعا حتوضح الصورة متى بنستخدم او متى ينصح باستخدام الثلاثة هذول. يعني في طبعا في حالات معينة، هذا حنلمس الكلام هذا يعني بالمحاضرة هاي والمحاضرة القادمة ان شاء الله. طيب نبدأ اول شيء في موضوع الوايل، وايل ستيتمنت. طبعا الفورمات تاعت وايل ستيتمنت شبيهة جدا بموضوع الاف، نفس الشيء حيكون عندي انا بوليان اكسبريشن، هذا الشق الاول، لان الوايل ستيتمنت هاز تو امبورتنت بارت، قسمين. القسم الاول هو بوليان اكسبريشن اللي هو هذا الكونديشن اللي بدي اشوفه يعني هل هو ترو ولا فولس، وبعدين حيكون في عندي البلوك اللي هو البادي تاعت الوايل اللي هو مجموعة الستيتمنتس اللي هذه حتتكرر as long as the expression is true، يعني حتتكرر الجمل هدولة حتتكرر تنفيذهم طول ما إن الكونديشن هنا true، ولما الاكسبريشن يصير false إيش بيصير عنا؟ عملية التكرار أو repetition ends، ينتهي. طيب طبعا بقول لي هان، خلينا نمحي بس هان، بقول لي لاحظ الإشي البديهي هنا أو أن بدأ يعني يظهر أو يعني السؤال اللي بيتبادر للذهن انه طيب ماشي، هو انا لازم اصبح يبقى لازم يكون في عندي حالي ان انا اخلي الاكسبريشن فولس، يعني لازم ان يكون عندي انا كنترول كمان بحيث ان انا اخلي عند نقطه معينه الاكسبريشن يكون فولس، والا معناته كلام انه هذا الريبيتيشن او التكرار لن ينتهي. وبالتالي هذا هو طبعا اللي بيحاول يوضح لنا اياه في الجمل هذه المكتوب بالبول، بيقول لي لاحظ اللوب بادي normally contains an action، يعني في اللوب بادي جواته في يعني في البادي في اللوب بادي نفسه هتلاقي في شغله اللي احنا بنسميها adaptation updation، من update جاي او تحديث، هذا الاكشن اللي هنا هو اللي change the value of the controlling boolean expression، يعني هو اللي بده يغير الحاله بتاعت الاكسبريشن من true لمين لفولس عشان ينتهي، عشان نقف التكرار أو يعني النقطة معينة، وإلا عشان بقول له وش سبب، وإلا عشان إيش to end the loop، هذا اللي إحنا بنسميه updation. وإلا الحالة الثانية إذا ما كانش عندي أنا التحكم هاد أو ما غيرتش القيمة هاد سيبقى عندي التكرار إلى الأبد، وهذا اللي بنسميه infinite loop. فإحنا عشان نتحاشى موضوع infinite loop لازم يكون في عندنا حاجة اسمها updation، اللي هي انا عندي يكون كنترول او اكشن انا هعمله بحيث ان انا اغير الحاله من ترو لايش، من ترو لفولس. طيب حنشوف طبعا الكلام هذا بالتفصيل في خلال الامثله. عايزين نشرح مع بعض اللي هي اليه عمل الوايل. اولا الخطوه الاولى طبعا وايل زي ما انت شايف نفس الستيتمنت تاعت الاف، هاي الواي وعندي انا هنا الكونديشن، وهذا البادي اللي هان هذا اسمه البادي تاع مين، تاع اللوب او البادي تاع الوايل، وطبعا الجمله اللي هان هي خارج البادي تاعت الوايل مش مربوطه فيه، ملهاش علاقه فيه. طبعا الحاله الاولى احنا هنا حندخل في الوايل، فطبعا حنفحص مين الكونديشن اللي هي الحاله انا الخطوه الثانيه. الان الكونديشن اذا كانت ترو شو حيصير معي، هذه هي الحاله الثالثه، اذا كانت ترو فهيبدا ينفذ في مين، في الجمل حيدخل في البادي تاع الوايل وحيبدا ينفذها اللاين الاول الستيتمنت الاولى، بعدين حيجي على مين، على الابديشن، هذا هو الاكشن. الان طبعا لاحظ هنا في نهايه اللوب، لاحظ الوايل هنا في نهايه اللوب شو بيعمل، بيرجع كمان مره عمين على الكونديشن، وهذا هو المفارقه بين الاف واللوب. لاحظ هذا اللي احنا بنسميه يعني هذا اللي يميز اللوب انه لوب. فالرجع على الكونديشن هنا طبعا اذا كان ترو حيكرر لمين الخطوه الثالثه، واذا كان طبعا فولس هنا في المره الثانيه على سبيل المثال طبعا حيجي هنا ايش ويطلع من
البادي تاعت الوايل وحينفذ الجمل اللي ورا الوايل مباشرة. موضوع بسيط ومش معقد، لكن هو التعقيد فيه هنا اللي يحتاج لتركيز، موضوع التكرار. يعني عملية الريبيتيشن هذا عند نقطة معينة تحتاج بالفعل إلى تركيز. يعني الموضوع ليس ببساطة الإف كونديشن، يعني موضوع اللوب أصعب بكتير من عالم الإف كونديشن. تعال نعطي مثال إحنا نوضح الصورة، نمحي هنا هيك. أولا هذا مثال مباشر بيوضح لي آلية عمل الوايل. لاحظ هاي الوايل هي نفسها، هي شايف كيف هذا مين اللي عندنا، هذا الكونديشن، وهذه عندنا لاحظ هذا الشرطين اللي هنا اللي هو الاوبن براكتس، هذول الجملتين اللي هنا اللي هم مين، البادي تاعت اللوب تاعت الوايل، وهذه القيمة اللي هان اللي هي بنسميها ابديشن وهنشرحها الآن. طبعا المثال اللي معي هنا تعال نمشي زي ما احنا فهمنا. اولا هاي معطينا متغير، هذا مخزن لي فيه واحد، هذا المتغير نوع انتجر، وقال لي طالما هي، طب كلمة وايل معناها طالما انه النمبر اللي هو قيمته واحد اقل ويساوي الخمسة، تمام هذا الشرط ترو، تمام عشان نعمل هندخل فيه، فبالتالي هيطبع لنا هلو على الشاشة، بعدين هيعمل عملية انكريمنت. ذاكرين موضوع الانكريمنت والديكريمنت، هيعدل لي قيمة النمبر، وهنا بعد هذا حيصير قيمة النمبر 2، لان اجى لنهاية البادي شو بنعمل، شو ميزة اللوب، بيرجع كمان مرة امين على الكونديشن، هيفحص الان النمبر قيمتها بتساوي 2، 2 اقل ويساوي الخمسة ترو، يبقى هيطبع كمان مرة، يعني هاي مرة وهي كمان مرة هيطبع هلو، بعدين هيجي هنا يعمل انكريمنت لقيمة النمبر، فالنمبر صارت قيمتها بتساوي 3، هيرجع كمان مرة، هي طبعا هيعدل قيمة النمبر، هذه الثلاثة أقل ويساوي الخمسة ترو، هيطبع حلو كمان مرة، هيدخل هان كمان مرة كم، قديش صارت النمبر بلس بلس 4، الآن 4 هنا يجي من هان هيك تعدلت قيمة النمبر لأربعة أقل ويساوي الخمسة ترو، يبقى هيطبع حلو كمان مرة، لأن هنا صارت نمبر بتساوي 5، الحين هيجي هان هل الخمس أقل ويساوي الخمسة برضو ترو، يبقى هيطبع حلو كمان مرة، الآن أجت هنا صارت هاي النمبر بلس بلس قيمتها 6، صح؟ مش نضاف لها واحد. فاجي هنا رجع كمان مرة، هل الستة أقل ويساوي الخمسة؟ هنا صار فولس. ما دام هنا صار فولس، يبقى ايش هنعمل؟ هنطلع من هنا برا مباشرة تاعت، يعني هنطلع برا لبرة البادي تاعت الوايل. بالتالي الأوتبوت تاعت هذه ايش حتكون؟ هيطبع لي هلو على الشاشة 6 مرات. طبعا الملاحظة هنا إنه أولا هذه فعليا الجملة اللي بتتكرر. هذه الفعلية أنا معنى فيها هذا اللي هذا هو، لكن من الاكشن اللي حكينا عنه شايف البادي تاعت اللوب كونتينز ان اكشن، هذا الاكشن بغير لي الفاليو تاعت اللي بتحول لي اياها من اللي هي مين، طبعا عندنا هذه اللي بنسميها مين، هذه الابديشن، لانه هذه لو لم تكن موجوده عندنا حندخل في مين، في الانفينيت لوب. يعني نفرض ان هذا كان عندي كومنت زي هيك، هذه ملغيه، عارف معناته الكلام انه حيتم يطبع لي هلو الى ما لا نهايه. ليش؟ لأنه ستبقى قيمة النمبر واحد أقل ويساوي الخمس، حيطبع حلو، حيرجع كمان مرة هيك قيمة نمبر بتساوي واحد أقل ويساوي الخمس ترو إلى ما لا نهاية. فبالتالي هذه كثير مهمة، أنا هذا الأكشن أو الكنترول اللي أنا محتاجه عشان أغير في قيمة مين، في البوليان إكسبريجن، يعني هذا الحد اللي أنا بدي أقف عنده. فبالتالي طبعا لن تجد أي وايل لوب إلا إذا كان هو معنى أنه يعمل إنفينيت لوب، وهذا ملوش معنى. فبالتالي هذه كتير مهمة، ولاحظ دائما وابدا هو بيغير في بيزيد من القيمة او الاكشن بيصير على المتغير نفسه اللي موجود هان. انا معني في المتغير هان، مش معني في متغير تاني، واضح؟ طيب الان احنا شفنا هذا المثال هنا، هو مثال بسيط وعشان يوضح لنا آلية عمل اللوب تاعت الوايل، والموضوع بسيط، بس فقط دائما احنا عايزين نركز على ان هذا الكونديشن طول ما هو ترو حتطبق الجمل اللي هان، وبعدين في نهايه الواي يرجع كمان مره على الكونديشن، ولا بد ان احنا نضيف حاجه عندنا اللي هي بنسميها الابديشن عشان نتحكم متى نوقف موضوع التكرار، واضح؟ طيب مثال ثاني هنبدا في الامثله هان. الامثله طبعا حتوضح طبعا نقاط كتير من خلال الشرح. اول شيء هنا طالب مني، نشوف هنا ايش طالب مني. نعم يعني الآن متطورين إحنا شوي، بدل أنا ما أنت حكمني، يعني في المثال اللي هان، هذا المثال اللي هان أرجع كمان مرة، هو أنت يعني بس حكمني إنه ينطبعوا 5 مرات، طب بس أنا عايز أطبعهم 7 مرات،
عايز اطبعهم 10 مرات، انا حر. فبالتالي انا بدي صار عندي الخمسة هاي بدها تكون متغير، وهذا المتغير بده يكون دخله مين؟ المستخدم. فهذا هي فكرة المثال اللي هنا، بانه شايف يعني قام قال له تفضل، طب انت تايمز تو برنت هلو كم مرة؟ دخلنا له 7 وضغطنا هنا انتر فطبع لي هذول 7 مرات. يعني صار عندي الكنترول هنا، يعني الى اي كم عدد الطباع، كم عدد التكرار، كم عدد الريبيتيشن، صار مربوط في مين؟ لليوزر. فاحنا هنستخدم طبعا، هنعمل سيت اب للكيبورد ذاكرين، وهنقول له يعني اطبع لي كم مره عايزين نطبع له، وهناخذ الرقم كنكس انتجر ونخزنه في التايمز. الان بدل كلمه 5 اللي كانت في المثال اللي فات هنكتب مين؟ التايمز. لم يتغير شيء، هو بدل كانت في المثال اللي فات 5، فعشان دائما كل مره كان يطبع لي 5، الان لا، انا عايز ادخل 7، عايز اطبع 10، عايز احط 1000 مثلا يطبع لي هلو 1000 مره. فبالتالي احنا هذا المثال ما تغيرش فيه شيء، بس اللهم ان احنا عدلنا على المثال اللي فات وصارت عند القيمه اللي هي قيمه متغيره بيتم ادخالها من قبل المستخدم. طبعا صار هذا متغير تايمز، والتايمز طبعا القيمه اللي جواته هي قيمه دخلها من المستخدم. طبعا هذه طبعا خطوه نعتبرها ايه؟ ادفانس. هذا بنحاول شوي شوي نعدل في الكود. الان هنا يعني نفس الكود انا كتبته هنا، بس انا شلت مين؟ اللي هي تاعت الابديشن اللي هنا شلتها. الان لما اشيلها شو حيصير معي؟ وهذا الكلام طبعا جاي لي هنا، يعني في المثال الاول جاي لي تايم تو برنت هلو، نفرض ان احنا ضغطنا او دخلنا الرقم 7 وضغطنا انتر، شو حيصير معي؟ اذا ضغطنا الرقم 7 معناته الكلام انه انا التايمز اتخزن فيها كام؟ فيها 7، بالتالي هذه القيمة هذه عندي 7 والنمبر فيها 1، فهيجي يقول لي طالما انه الواحد اقل ويساوي 7 اطبع لي هلو، حيطبع هلو، بعدين حيجي هان ما فيش شيء، حيرجع كمان مرة. طبعا لاحظ لم تتغير قيمة النمبر، فبالتالي هنا حتى ما زي ما هي 1 اقل ويساوي 7 نعم، حيطبع لي هلو، ارجع كمان مرة، هل الواحد اقل ويساوي 7 نعم، حيطبع له هلو، وبالتالي هنا عندي هلو حنطبع إلى ما لا نهاية. هذا الحالة اللي احنا بنسميها الانفينيت لوب. ولاحظ متى صارت عندي حالة الانفينيت لوب؟ لما انا طبعا لاحظ رفعت او تجاهلت موضوع الابديشن، ما فيش عندي كنترول انا متى انا اوقف اللوب. طيب لو كتبنا 1 فبالتالي نفس الشيء، هذا 1 والتايمز 1، يعني اليوزر دخل 1 عاد سيبقى كما هو، برضه حيدخل عندي في انفينيت لوب. لو كتبنا 0 هنا شو حيصير معنا؟ طبعا هذا الكونديشن فولس، لانه النمبر بتساوي 1 والتايمز بتساوي 0. الحين 1 اقل ويساوي 0 هذا فولس، فبالتالي مش حيطبع حلو، مش حيعمل ولا حاجه، مباشره حيطلع على ولن يحدث اي شيء. لو حطينا سالب 1 نفس الشيء، لانه الواحد مش اقل ويساوي السالب 1، فبالتالي هذول التنتين حيعطيني نفس الاوتبوت، وهذول التنتين حيعطيني انفينيت لوب. انفينيت لوب. طيب تعال احنا نزيد طبعا او نكمل مع بعض. الان بقول لي انا الان عايز هاي الاوتبوت موضح لي عشان على هواء نقعد نغير شوي في الكود اللي احنا بدينا فيه من بدايه المحاضره، بانه انت اطبع لي هلو 7 مرات بس اكتب لي مين الان اللي هو الترقيم تاعهم. طبعا الموضوع واضح لانه هذا المتغير شايفوه هاي 1 2 3، هذا المتغير متغير طبعا، بس انه متغير عاد هذا اللي بدنا نحاول نفهمه. اولا هل المتغير هو النمبر ولا التايمز؟ يعني اللي بتغير عندي هان هل هو النمبر ولا التايمز؟ هو فعليا اللي بدا من 1 مين؟ يعني هو اليوزر دخل 7 مرات على سبيل المثال، فبالتالي هذا 7 والنمبر عندي 1. الان لاحظ طبع لي هلو، طبعا النمبر هاي 1 تاعت النمبر، هذا هي صارت 1 وطبعك اقبلها هلو، زاد لي اياهم صارت النمبر بتساوي 2. الحين النمبر هنا 2 ترو الكونديشن، يبقى حيطبع لي هنا 2 زائد هلو، فاصبح قيمه 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 هي قيمه مين؟ النمبر. فبالتالي انا هنا لازم يكتب مين هو النمبر. واضح؟ الان لو احنا عايزين نعكس، يعني مثلا عايزين هاي في مثال عندي هنا، الان انعكسنا، الحين قال لي هنا انه احنا طبعا انا عايز تكتب لي 7 بالاول. طب اوقف شوي، هي 7 اساسا هذه اجت من وين؟ نعم السبعة هو بادي من 7، يبقى 7 هتكون هي مين؟ التايمز. يبقى انا هنا لازم اغير مين؟ النمبر، لان النمبر بادي عندنا من 1، لكن هذا حتنكتب مين؟ تايمز. طيب ماشي، لكن التايمز دير بالك بيقل عندنا 1 1، فاصبح اللي حيصير عندي هنا اللي هو انا قصة التايمز اللي هنا هي اللي حتقل، يعني هعمل تايمز ماينس ماينس، والا مش حيتغير، حيتم يكتب لي كلهم 7. وتعال نشوف كود مع بعض، وبالفعل
احنا لاحظ الان اللي كتبناه عندنا هاي التايمز، هو بدا من السبعه، لانه السبعه هذا اللي دخلتها من لوحه المفاتيح، وكل شويه لاحظ التايمز هي اللي بتقل واحد واحد، فهذه يعني احنا عندنا هذا واحد خلاص، والتايمز الانيشال فاليو تاعتها سبعه اللي دخلها المستخدم، الان حيطبع لي هن سبعه وكلمه هلو، بعدين تايمز ماينس ماينس هذا حتصير كم؟ سته. الحين هل النمبر اقل ويساوي السته؟ نعم، فبالتالي حتطبع هاي التايمز ستة وهلو، بعدين هذا صارت خمسة، هل الواحد أقل ويساوي الخمسة؟ نعم، يبقى عندي حيطبع لي خمسة وهلو زي ما أنت شايف، لما يصل لعندي هنا واحد، واحد أقل ويساوي الواحد نعم، فهيطبع له واحد وهلو اللي هي آخر طبعا جملة هنا، بعدين هذا حيصير صفر، هل الصفر، هل الواحد أقل ويساوي الصفر؟ فولس، ما دام صارت فولس يبقى حنطلع من البادي تاعت الوال وحنروح وهيك حننتهي. نلاحظ هنا كمان مرة موضوع الابديشن اللي صار عندنا هان، يعني ما صارش تغيير في القيمة اللي هان، يعني هان الابديشن كانت في المتغير اللي هان اللي هو هيو، لكن الابديشن في الحالة هذه هنا كان بغير له في قيمة اللي هان، لكن لاحظ دائما وابدا الابديشن بيصير في متغير موجود وين؟ في الكونديشن، هاي مربط الفرس هان، وإلا أنا متى حأقف أساسا؟ واضح الملاحظة هاي. طبعا احنا على فكرة هذا المثال اللي هنا كان بي يعني بوضح لنا نقطة اللوب من زاوية تانية، لانه عشان نبدأ نفهم كيف نعيش مع المتغيرات، وعلى فكرة احنا قاعدين بنعمله عمال في كل بداية المحاضرة بنعمل تريسينج للكود، هذا كتير مهم، انا عايز اعرف يعني او القيمة المتغير لما حطيناها هان شو صار موجود في الرام، شو النمبر فيه، بعدين لما تتغير القيمة تاعته لما نصير بلس بلس ونرجع كمان مرة عايزين نفحص ونشيك، هذا بنسميه تريسينج، هيك انت بتقدر تعرف شو يطلع الاوتبوت. نفس الشيء، وهذا طبعا حيزيدك فهم، وطبعا انك كتبت البرامج اللي خاصة في موضوع الوايل، وبديت استشعر الان انه الموضوع بدا شوي معقد، لانه هذا موضوع التكرار هنا مع ان الكود كتير بسيط، يعني هو عبارة عن يعني هاي الجملة جملتين ثلاثة بس لكن بيطلعوا اوتبوت او مخرجات كتير، فعشان هيك هذا الموضوع يحتاج الى ايه؟ تركيز. طيب تعال احنا نحدث برضو في الكود نفسه، وهذا احنا بدنا نرجع للمثال الاولان اللي حكيناه احنا في بداية المحاضرة، وعلى فكرة احنا هذا مثال اخذناه في موضوع الاف كونديشن، هو حيجي يقول لي هنا ادخل لي اللي هو الاسمك، دخلنا اسم عالي وقلنا له ايش الفيرست جريد 95 85 78، وبعدين عندنا هنا حنقول له الاسم عالي والافريج تاعتك مثلا، هذا كلام واضح طبعا، هذه القيمة وتقييمك اكسلنت، طبعا اكسلنت هذه مبنية حسب طبعا قوانين معينة، ومعدله مثلا من 80 ل 90 ومن 60 ل 90 بياخذ جود، وقل من 60 مثلا باد على سبيل المثال. هذا الموضوع طبعا بيور اف كونديشن، ولاحظ احنا هاي نفس الشيء، انا بحاول اطبق نفس الكود هنا، لانه احنا بدنا نتطور ونعدل على الكلام هذا، وانا عايز يكون الكلام هنا لاكثر من طالب، لانه المثال اللي معاي هنا يعني لما احنا طلبنا من اليوزر يدخل اسم والفيرست جريد سكند جريد ثيرد جريد، بعدين جبنا مين اللي هو المعدل تاعهم، وبعدين طبعنا الكلام هذا، هاي الاسم وهي المعدل، وعايزين الان نطبع انه ايش تقييمه، فاذا كان اكبر ويساوي 80 اكتب له اكسلنت، واذا من 80 لل 60 جود، واذا اقل من 60 حيعطيني تو باد، وهذا اللي طلع معنا ذلك. لكن هذا الكلام لطالب واحد، لو انا عايز الان اعمل لطالب تاني حضطر اعمل رن للبرنامج كمان مرة، طيب بالتالي هذه limitation او محدودية، يعني احنا هنا مربطين، يعني الاف انا يعني علمتني موضوع المنطق وكيف ان اغير طبعا، لكن هي مش انا هنا محتاج لموضوع ان كرر الكلام هذا لطلاب تانين، وهنا بيدخل موضوع ان اللي هو التكرار. طبعا لاحظ احنا ايش هنعمل، احنا هنكرر مين، احنا هنكرر الكود هذا هو نفسه، شايف انا عمال عملت لك اياه بالمربع اللي هان، لانه لن يتغير شيء، هو نفسه انا حمسكه هيك، وطبعا ولاحظ شايف هاي الكود هان، هذا الكود اللي هان هو نفس الكود اللي هان، لم يتغير شيء، بس انا ايش عملت، طبعا ضفت له شغله، احنا حنيجي هان هاي شورت كاونتر بيساوي واحد، بعدين وايل كاونتر اقل ويساوي يعني ستودنت نمبر، حنا نفترض مثلا انه هذا كان 3 يعني ثابت فرضا، خلاص يبقى انا حيطلب مني لكام؟ لثلاث طلاب، بعدين اجاني قال لي هاي كاونتر بلس بلس زي ما احنا تعودنا، يعني هنا يبقى بالتالي هذا حينشغل كم مره؟ مره، وبعدين يرجع مرتين وثلاث مرات لثلاث طلاب،
لكن احنا هنا احنا يعني حاولنا نجيب بانه الرقم اللي يعني انا هطلب منك انت تقول لي قديش عدد الطلاب اللي عايز تشغل لهم. لو قلت لي 10 طلاب فهيتم ويعيد ويطلب منك الاسماء ويحسب لك المعدلات والتقييم تاعه ل10 طلاب. فهذا طبعا تطور ممتاز. طبعا هذا كلام مستحيل انا اقدر اعمله بدون مين؟ موضوع اللوب. الان لاحظ الكود كما هو، يعني اذا انت فهمت التركيبه هنا بصير الموضوع بسيط، انا ما تغيرش شيء، يعني هذا موضوع بسيط احنا يعني هذا هضمينه. لكن هذا نفس الكود شايف لم يتغير شيء نفسه، بس انا ضفت له مين؟ ها لاحظ ايش ضفت له؟ طبعا المربع الاخضر هنا هذا صار هذا هو المين، العالم تاعت اللوب، بان انا حطيت الكاونتر هيو هان وهي الوايل وعملنا مين اللي هو هاي البادي تاعه وضفنا زدنا في المع عشان نكرر الكلام هذا كم مرة. هنكرر الكلام هذا بالضبط اللي هم نفس هنكرره اللي هو بنفس العدد اللي حيتم إدخاله من خلال لوحة المفاتيح. طبعا هذا الموضوع جانبي، لكن ليش احنا هنا دخلنا في موضوع النكست لاين؟ وهذا مشاكل بتواجهنا واحنا حكينا الكلام هذا قبل ما هيك، بس اليوم مع قصة الوالد طبعا الموضوع يحتاج الى تدقيق وتركيز اكتر. ليش؟ لانه قلنا لك دائما وابدا ما تجيش انت تعمل، شايف انت هنا مستخدم نيكس لاين، بنفعش يكون قبله اللي هو نيكس انتجر او ندخل اعداد. واضح؟ اذا كان في نيكس لاين يعني ياخد سترينج هنا لازم يكون تعمل فلاش لمين؟ للبفر. اذا كان قبلها في عملية ادخال، شايف هاي النيكس شورت، او من زاويه تانية انه في اللوب لو كان الكونديشن ترو لاحظ اخر شيء حيعملها هنا شو هو؟ حيدخل عندي لاحظ نيكست بايت، بعدين هنا بعد هذا شايف الكيبورد، بعدين لو ترو حيرجع وين؟ على الجمله هنا وحينفذ المين، حيطلب من النيكست لاين، حيعطيني برضه ايش؟ مشكله. فعشان هيك دائما وابدا قبل ما نعمل النيكست لاين لازم اعمل له ايش؟ اللي هو اللي نعمل فلاش للبفر. اتوقع الكلام هذا وضحناه قبل هيك، بس اليوم هنا صار مطلوب عندنا اكثر وجود مين؟ الوايل. طيب تعال نرتب الكود تاعنا بشكل افضل. طبعا هذا المخرج تاعه للكود الجديد محدث تاعنا، بانه على سبيل المثال تفضل احنا دخلنا مثلا هاي الثلاث ارقام يعني عدد الطلاب 3 وضغطنا انتر، فلاحظ اول مره حيقول لي دخل الاسم، دخلنا له علي، هاي معدلاته 95 86 75، فقال الاسم علي والمعدل 85، بعدين التقييم اكسلان. طالب ثاني ايش الاسم؟ كتبنا له اسم يحيى 82 77 63 معدلاته، الاسم يحيى الافرج تاعه 74 والتقييم تاعه جود. لاحظ اخر شيء الاسم مين؟ طالب الثالث خالد 25 63 42، خالد اسمه والافرج 43، حنقول له تو باد. الان هنا انتهينا، يعني انتهى موضوع الايتريشن او التكرار. ليش؟ لان احنا دخلنا له 3، فهيبدا يدخل لي. طبعا احنا النمبر اللي عندنا في الكود تاعنا واضح، وحيكون الكاونتر اللي هو من 1 شايفه من 1 لكام؟ ل3 حسب الرقم اللي دخله من اليوزر. الان من 1 ل3 يعني 1 و2 و3 يعني 3 حالات. طبعا هنا طبعا الكود ارتب من السلايد اللي فات، بس هنا بدا واضح. انا شايف هذا هو البادي تاعت الوايل، وهذا هو من هان، هذا هو من هان لهان، كل شيء ان بتوين هذا هو البادي تاعت وايل. طبعا ما ننساش الابديشن اللي هو بده يزيد لي في هاد عشان يصير الكونديشن عند نقطه معينه، لما بيصير الكاونتر 4 حيصير الكونديشن فولس حيطلع، انه يعني بنفعش يتم يعمل لي هنا انفينيت لوب. طبعا والرقم تاع الستودنت نمبر او اس تي دي نمبر ها بيتم ادخاله من خلال لوحه المفاتيح زي ما احنا شايفين. طبعا هذا البرنامج صار ارتب بكثير من البرنامج اللي قبله، لانه هنا محدث، احنا صار في عندنا امكانيه، لكن برضه لا زال الموضوع عندنا محدود. يعني ليش انت حكمني في عدد 3 طلاب؟ طب انا مش عارف كم من طالب بده يجي مثلا ويطلب قديش يحسب له، احسب له عشان معدله واقول له ايش تقييمه، انا مش عارف. فبالتالي في الحاله هذه الموضوع عندنا زي هيك، يعني الحين صار البرنامج احنا عايزين نطوره اكثر. حين تطوير البرنامج هان انه لاحظ هو ما حدد ليش، ما طلبش مني قديش عدد الستودنت، هو بس قال لي تفضل او مباشره اول شيء ايش اسم الطالب؟ خالد، هاي معدلاته، نعم، والافرج والتقييم خلصت. الان بيجي بيقول لي بيسالني هل انت عندك يو نيد مور، يعني في كمان طلاب تانيين؟ واي فور يس وان فور نو. واخذنا الكلام هذا وين؟ في عالم الاف كونديشن. اذا يس هيرجع كمان مره، شايف الان بدل الكلام طبعا ليه معنى، دخل لطالب ثالث، طالب الثاني اللي هو وائل، هاي معدلاته وهاي الاسم وهاي التقييم الافرج تاعه وهاي التقييم تاعه. ك
كمان مرة عايز كمان طلاب غيرهم؟ نعم، هاي واي. طبعا نقول له هنا لا يحيى، هاي معدلاته وهي إلى آخره. بعدين بقول لك هنا مور ستودنت، قلنا له خلاص احنا استكفينا بثلاثة مثلا، لكن أنا بقدر أستمر طول ما أنا بضغط يس. واضح هنا؟ فبالتالي لما نضغط نو هنا خلاص انتهى التكرار او الريبيتيشن، وطبعا طلع لي الجمله بتاعت باي باي، وانه احنا هنا يعني طلع من البادي بتاعت مين؟ بتاعت الوايل لوب. الان الكود هنا يعني صار طبعا لي معنى وافضل بكتير وواقع اكثر من السلايد، من طبعا المثال اللي قبله، والمثال اللي قبله كان افضل من المثال الاولاني. طيب فهنا ايش هو عمل؟ ما تغيرش شيء، هو نفس الكود هاي اللي احنا شفناه في السلايد اللي قبل، لم يتغير شيء. بس انا هنا في ملاحظه، بما انه احنا وهذا الموضوع يحتاج الى تركيز فانتبه معي، بما انه احنا مش عارفين شو عدد الطلاب، مش عارفين احنا شو عدد الطلاب، فبالتالي انا عند نقطه معينه اللي بدي اسويه، انا طبعا سيبني من هذا موضوع النكست لاين، بس اللي حيصير معي هنا انه لاحظ الجمله اللي هان لما قال لي انه يس اور نو، انا هضفتها بعد ما احنا يعني نفرض احنا اشتغلنا اول مره، بعدين قلنا له تفضل بدنا اول مره يس اور نو. الحين طبعا موضوع اليس اور نو كثير مهم، لانه اذا كانت يس بدي ارجع يعني بدي تم الكونديشن يصير ترو، واذا كانت هذه ان بدي اعمل انا الكونديشن فولس عشان يعني ما يشتغلوش. فطبعا الان هنا كلمه انه بدي اعمل الكونديشن ترو واعمل كونديشن فولس، هي موضوع الترو والفولس بذكرنا في ايش؟ في البوليان داتا تايب، وهنا اجى طبعا اللي هو طبعا في مكانها المناسب. فطبعا هنا احنا لو دخلنا اللي هو الان او يعني الواي او الان هنا، طبعا هذا طبعا عندنا سترينج، وعايزين نقول لاحظ اذا الانسر اللي احنا هي طبعا الكلمه او الحرف اللي دخله اليوزر تشار ات زيرو، اذا كان بتساوي ان نو يبقى ايش حنسوي؟ بدنا عايزين نخلي الكونديشن تاعت الوايل خلاص نعملها فولس. فايش عمل لي هنا؟ قال لي طيب الكاونتر يساوي فولس. طب هو ايش الكاونتر؟ بس بنلاحظ هذه الفاليو هنا فاليو بوليان فاليو، لاحظ كيف عرفناها؟ وطبعا البوليان كاونتر معرفينه انه يكون اوريدي ترو، كلام كثير منطقي هان، لانه انا طول يعني هذا حتى ما شغاله لحد ما اليوزر هنا يدخل مين حرف الان. فلاحظ انا هنا حكمته بانه انه فلاحظ النظام اللي هنا هذا بنسميه ابديشن، هذا فيش فيها بلس بلس او ماينس ماينس. هذا طبعا يعني التريك هان برضه كثير مهم ومريحه ومنطقيه طبعا جدا. انا هذا اللي بنسميه الابديشن، لان انا هذا الاكشن المنطقي هذا هو الاكشن اللي بدي يخلي الكونديشن عندي هذا فولس، يعني يقفل عنده. طب السؤال هذا، انا عايز هذا الكلام يتكرر، متى يوقف التكرار؟ عايز يوقف التكرار لما اليوزر يدخل حرف الان. طب ممتاز، لما اليوزر يدخل حرف الان هنا انا ايش بدي اعمل؟ بدي اقول له هنا انه الكاونتر يساوي فولس، انا بدي اسويها فولس. طيب ايش الكاونتر؟ الكاونتر هو اساسا هذا هو الكونديشن اللي هو خاص في الوايل، والكونديشن اتفقنا ايش الاوتبوت تاعه او شو برجع لنا، يا ترو يا فولس. فطول ما انه هذا الكاونتر ترو حيتم هذا شغال. طيب لو اليوزر دخل رقم غير حرف الان على الفاضي، هذا مش حيصير فولس وحيصل للنهايه هان ويرجع كمان مره، حتى ما الكاونتر زي ما هي ترو يجرب كمان مره، طول ما انه ما دخلش حرف الان حيرجع كمان مره ويطلب منا ندخل ويحسب حسابات. لما ندخل حرف الان هنا صار الكاونتر هنا تخزن فيه الفولس، فصار الكونديشن عندي هنا فولس. ما دام وايل فولس حيطلع من البادي تاعت الوايل وحيروح على الجمله الاخيره هذه اللي حيطبع لي مين فيها باي باي. هذا مثال كثير كثير مهم، فلا يعني تاكد بانك انت تكون ايش يعني فاهمه تماما. انما هذا احنا هنا بدينا ندخل يعني سيدنا نفتح كمان شغلات ثانيه، وهذه ابواب ثانيه، وهذا من ضمن الخيارات. يعني راح تواجهك انت مشاكل بالبرمجه هنا، الامور المنطقيه تاعتها ما بتنحلش الا بالصوره زي هيك. فاحنا طبعا يعني بتمنى ان يكون هذا المثال كتير واضح. طيب وهنعزز الكلام هذا احنا بامثله على من خلال الواجب اكثر من هيك. ارجع على النقاط اللي هو السهم اللي هنا برضه نفس الشيء، لاحظ ليش ضف اللي هنا قست الكيبورد نيكست لاين، ليش عمل هنا فلاش للبفر؟ لانه كمان مره هو ايش عايز ياخذ نيكست لاين، يعني انا عملت قبلها. طب ماشي، هذه قبلها ايش جاي؟ جاي الشغل اللي هان، انه هنا بقول لي شايف هذه الكلمة اللي هنا
مباشرة أنا أعملها مخزنة، حتى أخزن عندي بايت في البفر، وأنا طلعت منه النكست لاين من غير ما أعمله طبعا اللي هو الفلاش للبفر، وبالتالي طبعا لازم نعمل الستيتمنت هاي. طبعا جرب أنت الكود أنت هان بدون الستيتمنت عشان تعرف أنا إيش أنا بحاول يعني أفهمك بأنه هيعمل لك مشاكل. فدائما ربنا هذا قانون، وين ما بتستخدم كلمة نكست لاين أنت في ككيبورد نكست لاين هان عندنا، تأكد تماما انك انت عامل فلاش للبفر اذا كان قبلها في موجود عندي نكس بايت او نكس انتجر الى اخره. واضح؟ طيب نيجي الان لموضوع السميشن اللي هو اللي بيجمع، وهذا طبعا احنا هذا يعني هذا من ضمن الابواب الثانيه اللي فتحت لنا اياها قصه اللوب. انا اليوم انا بقدر اجمع، وهذا كلام مستحيل في الاف لحاله. الآن بقول لي مثلا يعني هات لي قيم 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. الآن الملاحظة أنا هنا في نمط تكرار. وين نمط التكرار؟ نمط التكرار في عملية الجمع، إن هو بيجمع. ولاحظ أنا عندي القيمة اللي هان قاعدة بتزيد 1، بس مش هذا الموضوع. التكرار عندي إنه في تكرار في الجمع. فما دام أنت لمست تكرار في الأوتبوت هنا، فطبعا لازم تتجه اتجاه وين؟ اللوب. طبعا أنا عشان أقدر أعمل الكلام هذا، الموضوع هنا سهل. شو نعمل؟ اولا احنا عايزين نعمل هاي المحفظه تاعتنا، وهذا المحفظه اوريد اللي هو الناتج النهائي حبدأ بصفر طبعا. وطبعا اللوب تاعنا هاي انتجر اي بيساوي 1، اذا كان اقل اي اقل ويساوي 5، لانه هو بينتهي لخمس ارقام يعني، بس اي اقل ويساوي 5. طيب بعدين حنقول له توتال يساوي توتال زائد اي، بس كل الكي عندنا في الجمله هاي هو الانيشال. التوتال عندنا شو بتساوي؟ صفر. والاي بتساوي هان، خلينا انا امحيهم عشان نشتغل هان على هدوء. هان الاي بتساوي 1 وهي التوتال صفر، لان اول مره الاي شو بتساوي؟ 1. 1 زائد 0 شو بعطيني في التوتال؟ في الرام حيتخزن في الفاريبل 1. الحين اي بلس بلس اي صارت 2، الحين 2 حيرجع هان كم مره؟ الحين هل 2 اقل ويساوي 5؟ نعم. طيب هاي الاي فيها 2 والتوتال فيها كام؟ 1. تنساش لانه احنا نطلع نقرا الرام، الرام صارت تحدثت في الجمله اللي قبلها. الان 1 و2 شو بعطيني؟ 3. لاحظ الحين عندنا هنا هاد ايش صارت؟ 3. هذه الثلاثة هيك اقل وتساوي 5؟ نعم. الحين ايش بتساوي؟ 3. والتوتال ايش بتساوي؟ 3. يعني هنا يعطيني 6، فصارت التوتال هنا الابديت فاليو تاعتها 6. والاي بتساوي 4 لما ضفناها، الحين 4 اقل ويساوي 5؟ نعم. هنا القيمة بتساوي 4 وهذا القيمة بتساوي 6، أصبحت بتساوي هذه 10 اللي هي التوتال. هذا صارت 5، الحين هذه 5 أقل ويساوي 5؟ نعم. نمحيها لأن احنا هيك، هذه 5 أقل ويساوي 5؟ نعم. فهذه عندنا الأي صارت 5 والتوتال عندنا 10 اللي هي طبعا لازم تتأكد بأنك أنت تقرأ الفاريبل صح من الرام. فهذا الناتج النهائي عندنا يعطينا إيش؟ هي التوتال 15. الحين أي بلس بلس صارت 6، الستة أقل ويساوي الخمسة فولس. طلعنا من هاي وش هنطبع؟ هنطبع كلمة توتال يساوي التوتال. قديش قيمة التوتال النهائية؟ 15. تعالوا نشوف شو الأوتبوت زي ما إحنا شايفين. طبعا هو فكرة الساميشن من هان، يعني المفتاح تاع فكرة الساميشن اللي هي قصة المحفظة واللي بتبدأ عندنا من هنا زي هيك. بس الموضوع يعني بسيط، مش معقد زي ما. لكن لاحظ هنا الرقم الجمع المحايد هنا اللي هو موضوع الصفر، يعني احنا لكن يعني بنحط احنا التوتال في الجمع، بنحط نبدا من الصفر، هذا الرقم المحايد باثرش على القيمه، لان الرقم المحايد الضرب اللي هو ايش؟ الصفر؟ لا طبعا، اللي هو الواحد. يعني واحد في اي رقم حيعطينا نفس الرقم، لكن صفر زائد اي رقم حيعطينا نفس الرقم. لكن ما بينفعش اقول انه واحد زائد اي رقم يعطينا نفس الرقم، طبعا لا. فالمحايد في الجمع اللي هو مين؟ الصفر. وفي موضوع الضرب اللي هو عندنا مين؟ الواحد. زي ما حنشوف الكلام هذا في امثله جاي. هذا موضوع السميشن اللي احنا بنحكي فيه. طبعا لاحظ قال لي هنا انا ما تحكمنيش في موضوع انه تقول لي من 5، لا انا اعطيني، انا بدي ادخل رقم من عند. حاضر، دخل رقم من عندك. هاي الكيبورد عندنا هنا هيك، وانتر ان، دخل ان من عندك يعني، وخزن في نمبر. والان حنقول له اذا كان اي بيبدا من 1، طبعا هاد ثابت. لاحظ هذه اي بتساوي اقل ويساوي النمبر. شو النمبر دخل اليوزر؟ مش عارفين كام. والان عايز يقول نفس، يقول له هاي التوتال بيساوي 0، نفس المبدا. وهذا يعني عمليه تتكرر كم مره، وبعدين اجي اعمل لي بيحاول يجيب نفس الاوتبوت، واخر شيء بده يجمع له التوتال. يعني احنا بس ضفناها بنقرا من وين؟ من الكيبورد. وانا طبعا رتبنا هنا موضوع الاوتبوت وشفنا هاي الاوتبوت حيطلع لنا زي هيك.
فقال لي هنلاحظ لما دخلنا احنا انتر ان حطينا لي 6 وضغطنا انتر فاعطاني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. طب السؤال هنا هو الواحد والاثنين والثلاث قيمه مين؟ هذه قيمه الاي، مش هي اي بتبدا من 1 وفي نهايه المطاف حتنتهي لحديت الرقم، لانه اي هنا لما تصير 6 6 هنا هيك حتنكتب، بعدين هنا اي بلس بلس بيصير 7، صار كونديشن فولس، يعني بس لحديت 6 وحيقف. بس احنا في عندنا هنا ملاحظه في الديزاين اللي هنا، وهنا طبعا انا حاسالك، يعني لما احنا كتبنا زي هيك هذه قصه الزائد كيف بدنا نتخلص منها؟ ما هي ضروريه عشان انا اكتب بين الارقام لو احنا عايزين نطلع نفس الشكل اللي احنا كتبناه فوق هنا في السؤال. سؤال مهم، كيف بدنا نشيلها؟ ايش نعمل؟ طيب هنحاول نجاوب الكلام هذا في السلايد اللي جاي. الان هنا مثال تاني قال لي طيب احنا عايزين الان نجمع، يعني احنا عمال بنعدل في الكود تاعنا وبنعمل له تحديث. انا ما تجمع ليش الارقام من 1 ل 6، انا اجمع لي الارقام مثلا زي ما انت شايف، يعني قال لي اجمع لي بس الاعداد الموجبه. طب هذه الاعداد الموجبه كم عدد موجب؟ يعني العدد اللي هو البوزيتيف موجب الفرديه. فبقول لي هان اذا كان ان 5، احنا دخلنا رقم 5 من لوحه المفاتيح هيجمع له 1 و3 و5 و7 و9، يعني هذول كم خانه؟ 2 3 4 5. دير بالك هذول عدد الارقام، يعني مش من 1 ل 5 ونجمع الاعداد البوزيتيف. هذا ملاحظه كثير مهمه. فالكود اللي حيطلع معنا عندنا هنا ممكن نفكر فيه. اولا حنستنى من اليوزر يدخل عندنا رقم، الحين الرقم اللي عندنا هنا هيك اللي هو 5 صح؟ طبعا لازم يكون هذا هو النمبر، هذا هو دخل 5 مثلا طبعا، وهو هاي 5 تاعتنا هان. بس انا هنا طبعا معدل شويه في الكونديشن، وانت حتلمس الكلام هذا ليش، وممكن يكون في خيارات اخرى فيش مشكله، المهم في نهايه المطاف احنا تكون النتيجه عندنا النهائيه تكون صحيحه. فالان العدد هو 5، انا حقول هو اكبر ويساوي الواحد، وحابدا انزل في مين؟ في نمبر ماينس ماينس. وانا كنت معنى انه اشرح من الزاويه هذا عشان نشوف اليوم، احنا كل اللي اخذناه قبل هيك بلس بلس، بس اليوم احنا عمال بنشوف مين؟ ماينس ماينس. شفنا كلام طبعا موضوع ماينس ماينس في مثال في السلايد الثاني من المحاضره، والفكره هنا بانه معنات الكلام انه هذا حيتكرر 5 مرات. فبقول لي هنا طبعا عايزين احنا نفرز الاعداد الاود، فبقول لي اذا الاي مش العداد عندنا هنا الاي، الاي ده هو طبعا مفتوح، هنا الاي 1 اللي هو الريميندر 2 لا يساوي 0، اللي لا يساوي 0 معناته كلام انه هذا عدد فردي، فحنقول له اجمع لي مين؟ التوتال زاد الاي الرقم الفردي هذا، وحط لي في المخزن الجديد، الخزان الجديد التوتال الجديد، وبعدين حط بينهم طبعا ظل على الشاشه اللي هو قيمه الاي زائد اللي هو الرقم اللي بعديه. فالان طبعا حيقول لي مين؟ نمبر طب هو ليش عمل لي هذا النمبر ماينس ماينس؟ طبعا لانه في الاخر الكلام، انا الكلام بده يتنفذ هنا فقط 5 مرات، انا قلت لك لحسب عدد الخانات اللي هان. وجرب انت لو شلت كلمه نمبر ماينس شو حيصير معك في البرنامج. طبعا قصه الاي بلس بلس هذا هو طبعا هذا حتزيد على كل وجه، هذا من عداد بتم ماشي، انا ماليش دعوه في قيمه، انا عدد في الخانات اللي هان. فبالتالي الناتج اللي حيطلع معنا زي ما انت شايف 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9، وبرضه نفس المشكله هترجع لمين؟ الزاد اللي هان. وطبعا موضوع الزاد اللي هان الحل تاعه اللي هو موضوع باك سلاش البي، لكن كيف حتوظفها؟ هذا كلام فكر في هيك موضوع، واتوقع انه حتى في سلايدات جايه بتحكي بتعالج المشكله هاي. فلاحظ الكود اللي معي انا هنا هذا كود مختلف شوي، يعني هو صوره محدثه عن الموجود هان، بانه هنا بيقول لي انا بدي ال5 ارقام اللي اجمعهم، يعني اول 5 ارقام تبدا من 1 موجبه. لو كان عندي عدد 7 هان حيجمع لي اللي هو ال7 اللي هم الاعداد من 1 لحديت، يعني 1 وبعدين 3، لكن عدد القيم اللي هان حيكون كم؟ 7، يعني حيقول لي 1 و3 و5 و7 و9 و11 و13، يعني 7 ارقام، واضح؟ مش اصل العدد 7. فبالتالي التكرار تاعت اللي انا بدي يظهر على الشاشه اللي هو طبعا اللي احنا شايفينه هان. فطبعا هذا فيها نوع تحتاج الى تركيز، فيها تركه معينه احنا استخدمناها هان، بس هذا من ضمن الاضافات اللي بدنا نضيفها طبعا في جعبتنا عشان نفهم موضوع قصه اللي هو اللوب. قلنا لك موضوع اللوب يحتاج الى تركيز، لكن هذه كل النقاط اللي احنا بناخذها في عالم السميشن خلاص، يعني
حتتكرر بعد هيك بنفس الشيء، مش حيكون شغلات انه اعقد من هيك. طيب الان نشوف موضوع البرودكت، نفس الفكره بس انا يعني اذكرك في هذا الكود اللي احنا استخدمناه في الصميشن، بس بدل ما اعمل عمليه جمع هعمل عمليه ضرب. عمل عمليه ضرب وبس؟ لا طبعا، تنساش ان احنا موضوع مين؟ الواحد. ما احنا اتفقنا هذا الواحد هو المحايد في الضرب، لكن الصفر هو المحايد في الجمع. عشان هيك لو يعني والا لو انا هاد صارت صفر دائما هيعطيني باستمرار صفر، لانه اي رقم هاي الاي اللي طبعا مثلا بدت بواحد ضرب صفر حيساوي صفر، زدنا الاي اي صارت اثنين فصفر صفر، يعني على الفاضي حتبقى القيمه صفر. فما تنساش تغير القيمه هاد لواحد والا البرنامج مش حيزبط معك. هذا اللي احنا بنسميه الفايف فاكتوريال. فانا طبعا شايف كيف هذا الفاكتوريال كيف بيتم حسابته بكل بساطه زي هيك، وطبعا قال لي انتبه للمين، الموضوع المحايد اللي حكينا عنه. بقول لي انا طب احنا لو عايزين برودكت للفيرست ان بوزيتيف اود انتجر، هذا عدد الخانات نفس السلايد اللي فات، بس احنا ايش حنعمل معنا؟ هنعمل اللي هو ايش، هذا عمليه ضرب، والتوتال عندنا طبعا الانيشال فال بتاعته حتكون عندنا ايه، تساوي واحد. وطبعا الناتج زي ما احنا شايفين هذه اللي هي ضرب لي زي عمليه الضرب، شايف؟ ولاحظ احنا حلين مشكله اللي هنا، طبعا ليش مستخدمين، لاحظ باك سلاش البي، باك سلاش البي كان باك سبيس، ذاكرينها لان هنا لزمتني ان استخدمها، وهذا هو الحل طبعا للسؤال اللي سالناه بالاول بالنسبه لموضوع قصه الزائد لزياده اللي طلعت معنا في الاوتبوت. طيب هذا بالنسبه لموضوع البرودكت. طبعا احنا هنا حندخل برضو في امثله ثانيه اعم، وبتعالج طبعا نقاط ثانيه. والمثال اللي معنا جاي لي، اكتب لي برنامج الان ما دام انت صرنا نعرف في اللوب، هات لي برنامج يكتب لي كلمه فلسطين زيك، يعني كل حرف على حده. فهو فعليا انا بنقول له طيب عادي احنا هاي السترينج فلسطين، وانا بدنا نعد من 1 ل 9، ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 احرف، فبالتالي اي تساوي 0 لحديت اي اقل من 9، يعني اي تساوي 8 من 0 ل 8. يعني ليش من صفر؟ ليش ببدا من الصفر هان؟ وهذه ملاحظه مهمه، انا عايز استخدم الحين مين، التشار ات، ذاكرين؟ فانا في الاول بقول اطبع لي ات تشار ات 0، بعدين تشار ات 1، يعني اطبع لي هاي، وبينهم طبعا برنت لاين، يعني كل واحد سطر لحال. فالموضوع كتير كان سهل، صار سهل كتير مقارنه بمثال احنا اخذناه في موضوع لو كان عندنا ارقام كيف نعملهم، او كلمه حتى نحطها لاحرف كل حرف في سطر. فهذه عندنا اللوب هذا ريحتنا كتير شغلات. او مثال تاني، انا لو بدي، انا مش شرط اني اعرف قديش كم من حرف هو، انا الكلمه هنا نفسها زي هيك، وانا ممكن اجيب اللينك تاعه ما هو التسعة، يعني انا لو تسعة عدد الكاركترز هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فانا اكتب 9 ليش؟ المبرمج الشاطر خلاص بده يحول هذا لمتغير، بغض النظر هذه الكلمه صغرت كبرت ابلاش. الحين بدنا نخلي اليوزر هو اللي يدخل الكلمه هاد من لوحه المفاتيح، وناش عرفنا كم من حرف بده يدخل، فبالتالي بغض النظر شو راح يدخل انا بستخدم موضوع اللي هي اللينك. فهذا الكود طبعا حيعطيني نفس الاوتبوت اللي هان. طبعا هذا الشق اللي هان افضل بكثير من الشق اللي هان، لكن انت انا حصرت في قيمه arbitrary value بنسميها، لكن لا هذا متغير، وهذا طبعا الفاريبل اللي هان مربوط في عدد الكاركتر اللي تم. وطبعا حنشوف كود الهان اتوقع بالضبط هاي نفس الكود اللي حكينا عنه. لان انا مش عايز ما تحدد ليش انت كلمه تحط لي اياها في الكود نفسه، انت اطلب مني انا كلمه قول له هاي انتر اني وورد، وانا حافرد لك اياها اللي هو ايه كل حرف لحال او افصل لك اياهم. بس طبعا هو هان مش عامل كل سطر لحال، والسبب انه في الوسع اللي معاي، فايش عامل هو زي ما انت شايف كلمه فلسطين حاطط كل واحدة ايش عامل فراغ بينهم يعني، لكن هو فارز كل حرف لحال. وطبعا هذا كلام كوركت، وهذا الكود طبعا هو الان افضل من الكود اللي هلا، لانه انا ممكن تحط اي كلمه طبعا ان شاء الله 1000 حرف ملوش دعوه، هو يعمل نفس الشيء، لكن مبدئيا البرمجه نفس الشيء. الان انا بقول لي في مثال هنا حاب ان احنا نضيف، ارجع كمان مره نضيف على هان، نعدل في الكود اللي هان. شو نعمل في الكود اللي هان؟ تعال نشوف في المثال اللي بعدي. بقول لي هنا انتر اني وورد، دخل لي كلمه، لو كتبنا له غازا اي از نوت فاوند ان غازا، شو الكود اللي هنا؟ تعال نشوف مع بعض في الاول الكود. لا هذا يعني لانه مش انتهى مش صحيح، بس خلينا نشوف. الان احنا عايزين نطور في الكود تاعنا، الكود تاعنا اللي هو موجود هنا.
بانه يقول لي طيب ماشي انت الحين ما دام قدرت كل تفصل كل حرف لحال ممتاز، يعني هذا فتح لنا باب بان انا ممكن اقارن حرف من الكلمه. يعني مثلا يقول لي هل الحرف الاس موجود في كلمه بالستاينا او ولا لا. فاليوم انا صرت انا الكلمه هذه ما دام انا قدرت افصلها او اجزاها كاحرف بقدر اقارن احرف مع احرف واشوف ان هل هذا الحرف موجود في الكلمه هاي ولا لا. وطبعا هذا هي الفكره. يعني لاحظ كتب لي هنا، لاحظ قال لي دخل اني وورد وهي بالستاينا، بالستاينا وورد، وقال لي دخل اني حرف لتر. لما حطينا حرف الار قال لي ايش ار از فاوند ان بالستاينا وورد، وبالفعل لان حرف الار موجوده هيها. طب ممتاز، شو الكود تاعها؟ تعال نطلع الان ونركز طبعا في الاكواد هذه، انا عميق الاكواد هذه بالفعل. الان عندنا هنا هاي نفس الشيء ماشي، دخل له الوورد وبعدين دخل اللتر، خلصنا الموضوع. وحناخذ نحاول نمسك اللي هو الكاركتر، اول كاركتر اللي هو، لان احنا ما ينفعش يعني ما بيستقبلش عندنا اللي هو النظام السكانر ما بيقبلش حرف حرف، نستقبله كايش كسترينج نكست لاين. فحناخذ طبعا التشار ات زيرو وحنخزنها في المتغير سي اتش. فالان سي اتش هو مين؟ اللي هو في الحاله هذه الار. وموضوع النكست لاين اللي هو النيم واحد اللي هو مين؟ اللي هي الكلمه هاي كلها. فعايزين نشوف هل الار موجوده في الكلمه هاي ولا لا، يعني هل السي اتش موجوده في الكلمه هاي ولا لا. فاحنا شو نعمل؟ حنيجي نقعد ايه، بدنا نقعد نفرز كل حرف لحال. يعني بالاول حاجه انا اقول هل ار بتساوي اول كاركتر، اذا لا بعدين باجي هنا هل ار بتساوي الكاركتر الثاني، هل ار بتساوي الكاركتر الثالث، هل ار بتساوي الكاركتر، وتمنى امشي زي هيك. لاحظ انا ايش في عندي، لاحظ عند التكرار، التكرار في موضوع مين؟ في موضوع فحص انه هل هذا الحرف او هذا اللتر هل هو موجود في الكلمة هذه، يعني بدي افحص هذا وافحص هذا. فالتكرار عندي صار في موضوع الفحص. طب ماشي انا عايز افحص لكم مرة لحسب عدد الاحرف اللي هان، هذا ملاحظة كتير مهم. يعني في الاخر احنا هنعد هنا كم حرف عندنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 حرف. بينفعش اكتب حرف طبعا، هذا احنا هو عدد الاحرف تاعت اي كلمه اللي هي طبعا احنا اخذناها الموضوع اللينكد، بيرجع معنا موضوع اللينكد كمان مره. ممتاز، يبقى بالتالي الايتريشن عندي او التكرار كم مره حيتكرر؟ هو حيتكرر 15 مره لو حسب عدد احرف الكلمه هاي. ماشي، شو طبيعه التكرار؟ طبيعه التكرار هي عمليه المقارنه ما بين الحرف اللي تم ادخاله في المتغير سي اتش مع كل كاركتر هان. يعني هنقارن السي اتش مع مين؟ مع التشار ات زيرو، او اللي هي النيم واحد تشار ات زيرو، لاحظ. وهنقارن اللي هي الار مع تشار ات واحد، وهنقارن مع تشار ات اثنين، تشار ات ثلاثة، تشار ات اربعة. لاحظ بيبدا عند اللي تشار ات من صفر لحديت عدد الاحرف. كلام هذا انت اعكسه هنا في الكود توضح الصورة. هنعمل اللوب تانا، اللوب حيبدا من وين؟ من صفر زي ما شفنا في المثال اللي فات لحد طول الكلمة، هذا كلام برضه في المثال اللي فات. بس انا ايش بدي اشيك انا واقول له شوف لي اذا كان السي اتش بيساوي نيم واحد دوت تشار ات الاي، الحين الاي هذا اللي بتساوي تبدا في صفر. يعني باول شيء افحص لي ار، يعني اول ما حيبدا هو حيجي يفحص اللي هو الار اللي تم ادخاله اللتر مع اول كاركتر منها. طب اول كاركتر اللي هو ايش اسمه؟ اسمه نيم واحد دوت تشار ات مين زيرو، هاي اول واحد. الحين اذا كان بيسويه هذا حيطبع لي على الشاشه، ما سواهوش حيطلع الاف من هنا هيك وحيبدا مين؟ حيزيد قيمه اي. قيمه اي مين عشان حيزيد؟ يعني المؤشر الثاني حيأشر على الكاركتر الثاني. يعني في لما هنا اي سوت 2 لاحظ ايش صار عندي، سوري اي بتساوي بدت بصفر، الحين اي حتصير كام؟ اي حتصير 1، اي حتصير 1، لاحظ هاي اي بتساوي 1. الحين اي ساوت 1 يبقى هو حيأشر لعمين الان على هاد. ليش؟ لانه بيقول لي هنا شوف لي هل، طبعا هذا الكونديشن حيعطيني ترو لانه لسه احنا في عندنا احرف باقيه، وشوف لي هل الكاركتر اللي هو حرف الار هل بيساوي اللي هو النيم واحد دات تشار ات واحد. طب مين هو تشار ات واحد؟ هو مين حرف الاي؟ هل بيساوون بعض؟ برضه فولس، يبقى كمان مره بده يعمل انكريمنت لمين؟ للاي. تعال حنمشي هنا لحد ما نلاقي حرف الار هان، وحرف الار هنا اللي هو رقم 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يعني فعليا هذا صارت هنا 12. خلاص انا عشان اوضح لك الصوره، قيمه الاي تمت تمشي
ومش حيتنفذ الجملة هاي. الحين عندي 12، هل لما صارت هذه 12، هل 12 أقل ويساوي، طبعا أعتقد إن قديش 15، 15 كاركتر ترو. حيجي هنا السي اتش اللي ايش فيها حرف الار، هل بتساوي النيم اندر سكور 1 تشار ات 12؟ مين هي تشار ات 12 اللي هو الكاركتر ار؟ نعم هذه ار وهذه ار بيساوون بعض، واحنا موضوع المساواه اخذناه في الكاركتر المحاضره اللي فاتت. ما دام يساوون بعض يبقى حتطبع عند الجمله هنا هيك، حيقول لي سي اتش اللي هي حرف الار از فاوند ان وين نيم 1، نيم 1 اللي هي الكلمه اللي تم ادخالها من لوحه المفاتيح اللي هي في الحاله هات بالستاين وورد. طيب بعدين عندنا الحين طبعا صار يكرر وصار عندي طب 13، يعني الحرف اللي ما فيش لحتى الان الامور تمام، يعني عند الكود هنا اشتغل تمام ممتاز رائع جدا. لكن لما جربنا احنا نقول له طيب انتر، قلنا له طيب دخل لي كلمه يعني هاي باليستاني وورد، حطينا له حرف الاكس. طب حرف الاكس هنا ما لهاش معالجه عندي في الكود، يعني هو المفروض هنا يطبع له ويقول له انه ار مش موجوده في الكلمه اللي دخلتها، يعني يعني اللتر اكس مش موجود في الكلمه اللي انت دخلتها من لوحه المفاتيح، بس انا الكلام هذا ناقص مش موجود، يبقى لازم انا اعدل شويه في الكود. كمان شغله ثانيه هنا بقول لي لاحظ انه لما دخلنا كلمه بالستاين وورد حطيت الحرف اي، عند بالك الحرف اي كم مره موجود في الكلمه؟ مرتين، هاي مره ومره، طبع لي هذول مرتين. انا مش عايز نعمل كلام هذا، لان احنا عايزين انه ايه، لا احنا عايزين انه اذا موجوده ولا لا مره واحده، واذا مش موجوده انت عالجني الموضوع اللي هان، يعني مش موجوده اطبع لي. فطبعا ايش عملنا احنا؟ عدلنا في الكود وضفنا مين الكود، لم اغير فيه ولا شيء، بس ضفت انا موضوع الالس، يعني اذا انت ما لقيتش الهانة ايش نطبع؟ قلنا له اطبع لي not found in والكلام هذا بس. لكن هل هذا حل المشكله؟ مع الاسف لا، هو زاد الطين بله بالفعل. ليش؟ لانه لو اعطيته انا كلمه جازه هنا وقلت له الحرف ايه، الحين حرف ايه اول حرف عنده بقارن الايه مع الجي هنا، لاحظ حيقارن له هو طبعا اللي هو الحرف ايه، واللي هو التشار اتزيتو برضه حرف اللي هو حرف الجي، يعني عند الكونديشن هنا فولس. حيشتغل مين الجمله؟ حيطبع لي مين؟ ايه از نوت فاوند ان جازه، اللي وراها الاي مع الاي، اي از فاوند ان جازا، بعدين اي مع الزد، اي از نوت فاوند ان. طبعا هذا كلام فيه خلل، هذا كلام ايه مش مظبوط. فاحنا لما حطينا الالس هنا لا احنا شوهنا الدنيا، واحنا البرنامج تاعنا عايزين يكون ابسط من هيك. بلاش كمان احنا لو جينا مثلا على سبيل المثال دخلنا كمان حرف مش موجود في الكلمه، على حسب عدد الاحرف حيكرر لي الكلام هذا زيك، بيقول نوت فاوند نوت فاوند نوت فاوند. يعني هذه كلمه جاز عشانها اربع احرف، طبع لها هذول كم مره؟ اربع مرات. لو كلمة باليستان اللي هي مثلا 9 أعرف حيطبع الكلام 9 مرات. فطبعا ما تكلم انه هذا الكود برضو ايش مش مظبوط، هذا فيه نقص، لكن هذا لما جينا عدلنا موضوع الالس مش مظبوط. فهذا اللي بدخلنا على مين؟ هذه مشكلتين عندنا هنا. المشكلة الأولى اللي احنا شايفينها في الأمثلة اللي معانا هنا وبدت توضح الصورة، أنا بتعايز ان هندل موضوع الالس لما ما لقيش الكاركتر صح، ولما يتكرر عند الحرف أنا في المثال اللي هنا انه بس يظهر لي مره واحده، ما بديش اكرر الكلام هذا اكثر من مره. تعال نحاول نعالج المشكله في الـ 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 في الـ في السلايد اللي هنا. طبعا بذكرك انا في الكوديه هذا الكود تاعنا اللي احنا وصلنا له وشفنا الاوتبوت تاعه شايفهم، وهذا الاوتبوت طبعا سقيمه مش هذا هي المطلوب، بس بذكرك انا فيه. فعايزين نحل المشكله قمش عملنا، وهذا طبعا هو مربط الفرس، وهذه الطريقه طبعا كتير كتير مهمه، بان احنا استخدمنا موضوع مدام انت بما انه انت بدكش تكرر المخرجات زي هيك ويكرر لي طبعا اللي احنا عملناه في الالف اللي بالاول. يعني لاحظ ارجع كمان مره، لاحظ المشكله عندنا هان هاد وهاد، يعني يا حتظهر هاي يا حتظهر في كل ايتريشن في كل لوب. يعني نفرض انه هان الواي حتتكرر 10 مرات حينطبع 10 جمل في الاوتبوت، يا هاي الجمله يا هاي الجمله حسب الكونديشن، كلام مش منطقي. اصبح ما دام انت ما بدكش تطبع الكلمات هذا في الاوتبوت يبقى مكان هذول غلط، هان هذول بنفعش انا احطهم وين؟ داخل البودي تاعت الوايل لوب، هذول حيكونوا وين؟ برات البودي تاعت الوايل لوب، وهذا هو مربط الفرس وهذا هي الفكره. طيب ماشي الحال، يعني برضو ما فهمناش. وبعدين طب احنا جينا هنا ما كتب، يعني الكلام اللي احنا عايزينه هان، لاحظ الجملتين اللي هنا رحنا عملناهم وكتبناهم هاي يوم هان، قلنا له اذا كان طبعا انا حاطط كونديشن من عنده، وهذه طبعا فكره جديده اللي فكره الفلاج، وقلنا له انا اطبع لي انه فاوند
والا تطبع لي not found. لكن دير بالك الطباعه هنا كم مره حتنعمل؟ مره واحده، لانه دير بالك هذا خارج البادي تاع مين؟ خارج البادي تاعت الوايل. هذا هي البادي تاع الوايل لوب. كل هذا شايف هاد وهاد، هذا هي هذول خارجهم، ما لهمش مربوطين في البادي تاعت الوايل. طيب ايش عملنا في الوايل هنا؟ في الوايل هنا، وهذا هو طبعا الفكره هنا، احنا قلنا له هنا عايزين نشوف، شوف لي اذا في صار تطابق، اذا في صار هنا يعني ما دام يعني تحقق الشرط، يعني في الحرف هذا موجود في الكلمه، زي ما شفنا كيف الاليه. انا حقارن الحرف هذا مع كل حرف من الكلمه اللي تم ادخالها بالترتيب. طيب الحين ان وجد انساون، انا بقول لي روح ارفع الرايه واعمل لها ايش، فلاج يساوي ترو. وهذا طبعا فكره شفناها قبل بشوي، بس هذا على شكل طبعا ادق واعمق. الحين الفلاج عندي ساوي ترو، خلاص ما دام الفلاج ساوي ترو يبقى طيب ماشي. ولو طلعت انا من البرنامج من هنا هيك يبقى حاطيني اف ترو، يبقى حنفذ الجمله هاي. لكن اذا الفلاج هنا فولس، ها كمان مره اوضح، اذا الفلاج هنا فولس مش هتشتغل الجمله، هتشتغل الجمله هاي. موضوع بكل بساطه. السؤال هنا، انا عندي الجوات البودي، الجوات اللوب هو اللي بدي يحكم لي في مين احط الفلاج، اعمل ترو ولا فولس. واضح هالحين؟ اذا كان ترو، وطبعا دير بالك انا معرف انه هو ايش، بوليان فاريبل، والحاله طبعا الانيشال ستيت تاعته فولس. انا حقول طبعا انه يعني هنفترض انه دائما وابدا مش موجود الا ان لقينا الحرف موجود في الكلمه. فالحين لما يلاقي الحرف موجود في الكلمه حيحول لي الفلاج لترو، وبعد ما يخلص طبعا هذا حصير ترو وحيطبع الكلام، وطبعا هذا كلام ممتاز. ويبدو عندنا انه هذا الكود يعني تقدم بمرحله وبالفعل هذه الخطوه للامام، لكن هل هو عالج كل المشاكل ولا لا؟ وطبعا انا معلم لك، لاحظ احنا هنا ايش عملنا، بما ان انت مش عايز تكرر الكلام هذا في الاوتبوت يبقى لا يمكن يكون هذا جزء من البادي تاعت الوايل، ما دام كله هذا الاوتبوت اللي هنا بدكش اياه، وانت محتاج بس فقط كلمه واحده اللي هي النتيجه، اما موجود الحرف او مش موجود. واضح؟ فبالتالي حيكون كل هذا خارج البادي تاعت الوايل، يبقى احنا ماشيين في الاتجاه السليم. طيب ولاحظ هنا الانيشال ستيت تاعته الفولس، وانا فهمتك ليش هنفترض دائما وابدا بانه هذه الحرف مش موجود في الكلمه. طيب طبعا هنا بيغير في قيمه تاعت الفلاج، وهنا بعد ما ينتهي من الوايل حيشوف الفلاج عندنا صفى انه يكون ترو ولا فولس، وبناء عليه ايش نطبع حسب الترو والفولس. فبقول لي هنا تعال نطلع احنا في المثال اللي معنا على الكود الجديد، انتر انور كتبنا له جازا، ممتاز. الان لاحظ طبعا لما قلنا له حرف الاي، طبعا اللي اي از فاوند ان جازا، وهذا كلام سليم ممتاز لانه هو موجود حرف الاي عندنا هنا هيك. لكن المشكله هنا انه قال لي هنا انتر واعطاني جازا واعطاني حرف الزد. طب اعطاني حرف الزد، قال لي هنا زد از نوت فاوند ان جازا. طب ما الزد موجوده، يبقى معناته الكلام انا في عندي ايش، انا في عندي ايش، وفي عندي مشكله في الكود. طب ليش هيك صار معي؟ ايوه ليش هيك صار معي؟ ليش هنا لما كتبنا له جازا قلنا له حرف الزد هنا ما اعطانيش اللي هو الزد، قال لي not found. يبقى احنا الموضوع هذا يحتاج الى معالجه، وهذا طبعا موضوع المعالجه تاعته عشان لازم نحلل الكود ونعمل تريسنج. نيجي نشوف مع بعض. اولا هو الكلمه اللي دخلها هنا مين؟ جازا، صحيح؟ والحرف اللي دخله زد، هايهم جازا والحرف دخله زد. طيب جينا هان احنا، يبقى سي اتش ايش موجود فيها؟ حرف الزد، ممتاز. يبقى نطلع على اول شيء. الحين طبعا موضوع عندنا هنا بدنا نشوف التشار ات زيرو ايش فيها. تشار ات زيرو فيها الجي، والتشار ات واحد ايه اللي هي الكلمه، صح ولا لا؟ ما هي مخزنه عندنا في الهانا. طيب نشوف مع بعض، وعايزين نشوف هنا موضوع الفلاج. الفلاج متى حيصفي عندي؟ حيصفي عندي ايش؟ اولا الاي عندي هان بتساوي كام؟ صفر، خلاص بدينا منها. هل اقل وتساوي اللينث؟ ايش بعطيني اللينث؟ عندنا 1 2 4، هذا ثابت اللينث اللي هو الكلمه عندهم كمان 4 احرف. نطلع اول شيء دخلنا اف سي اتش اللي هو حرف مين؟ الزد. هل الزد فيها تساوي نفس الحرف تاع اول اللي هي الشارة زيرو؟ لانه الاي بتساوي زيرو. فولس، شو بعمل؟ حيجي على الالس، يعني الفلاج هنا ايش حيكون؟ هي عندنا فولس، هي الحاله الاولى، خلاص؟ طيب بعدين هنا عندنا عمل انكريمنت لقيمه الاي، صارت قيمه الاي بتساوي 1، هذه القيمه بتساوي 1.
اقل ويساوي الاربعه اقل الاربعه نعم، تروح يدخل هان. هل السي اتش اللي هي مين؟ الزد. هل الزد تساوي اللي هو الكاركتر ايه؟ لان هذا تشار ات واحد فولس، يبقى عندي الفلاج هو رد فولس بس هينعمل برضه فولس. عمل انكريمنت لمين؟ هاي الحاله الثانيه كانت ايه؟ فولس. انكريمنت للاي صارت 2، هان 2 2 اقل من 4 ترو دخل هان. هل الزد تساوي تشار نيم واحد تشار ات 2؟ نعم الزد بتساوي الزد. يبقى هذا ترو، ايش عمل هذا الفلاج؟ عمل لي اياه مين؟ الحاله الثالثه عمل لي ترو، ممتاز. وعمل سكيب صارت اي بتساوي كام؟ 3. حين اي بتساوي 3، ممتاز. 3 اقل من 4 نعم. حيطلع لي عندي هل الزد تساوي التشار ات 3؟ ايه فولس، يبقى مش حيشتغل هذا، حيشتغل مين؟ الالس. يبقى رجع نكس لي مين؟ نكس الفلاك، عمل لي اياه فولس. واضح؟ بنعمل اياه فولس، اجى هان صارت هاي 4، 4 مش اقل من الاربعة، طلعت من الوايل تاعت اللوب اجاني هان. يبقى لما وصل لهان قديش كان قيمة الفلاج؟ ترو ولا فولس؟ القيمة النهائية هايها شايفها اللي هي الفولس اللي هان، كانت فولس. لهذا السبب ايش طالع لي؟ قال لي نوت فان، عشان قال لي انا زد تساوي نوت فان. طب السؤال ليش ضبط معي هاد؟ هذا ضبطت معي لانه هنا حرف الايه هو اخر حرف الكلمة هاي. لو كانت هذه مثلا حرف مثلا ال كان اعطاني برضه ايش؟ اي نوت فاوند. واضح؟ بالتالي احنا في عندنا ايشو او مشكله هان بدنا نعالجها. كيف بدنا نعالج الكلام هذا؟ لكن الصوره بدات توضع عندنا هنا بعد ما عملنا عمليه مين؟ التريس، عشان نفهم كيف الكود عندنا بيشتغل. طيب تعال نشوف كيف عالجنا المشكله في المثال اللي معنا هان. الان طبعا ايش سوى هو؟ شال لي موضوع الالس. يعني نرجع هان، انا هذا الالس عملت لي مشكله. ليش عملت لي مشكله؟ لانه اوريدي انا عامل الفلاج عندي فولس، يعني انا خربط الدنيا. ليش؟ شيل لي موضوع الالس. لما شلناها يعني معناته كلام اذا كانت حق الشرط حيصير ترو وحيبقى ترو. هو المهم انه انا يعني بمعنى اخر انا في الاخر اذا الفلاج صار ترو انا بدي تم يبقى ترو، لانه معناته انه لقاه، يعني انه الحرف هذا موجود او جزء من الكلمه او موجود في الكلمه اللي احنا نزلناها. الالس هذه عندي عملت لي مشكله، هذه خربطت لي كل الدنيا. فالحل عندنا هنا الاول انا عايز اشيل الالس، وايش عملنا هنا؟ بالفعل احنا الكلام هذا شلنا الالس اللي عندنا مباشره. فالحين هنا اذا كان اذا تساوت الاحرف هيعمل ترو وحيبقى ترو. المهم يلاقيه اول مره. بالفعل تعال نطلع هنا، هذه الاكس موجوده، اكس حيقول لي نوت فاوند ان بالستاين. حطينا بالستاين هيك حرف التي، تي تي از فاوند، هي يلاقيها هان. طبعا لاحظ هنا هي عندنا بالي ثلاث مرات حطينا الاي، لكن هو مش مهم هنا. لو اول هو من اول مره حيلقاها وحيكون عند، يعني اول مره حيعمل فلاج ترو، ثاني مره حيعمل ترو، ثالث مره حيعمل ترو، رابع مره حيعمل ترو، فيش مشكله عندي. المهم حيعمل ترو وحيبقى ترو لو لقاها مره واحده زي المثال اللي هنا او اكثر من مره. طبعا حتى الان هذا الحل هو الحل الصحيح زي ما انت شايف. احنا شايف كيف التغيير اللي غيرناه في موضوع الالس عندنا خلت عندنا الحل عندنا هيك في الكود تاعنا تمام. طيب لكن عايزين احنا نطور على البرنامج هذا، كيف يعني؟ يعني عايز يقول لي طيب ماشي، انا بلاحظت في بعض احرف، يعني انت المفروض كمان ما دام انت قايل لي انه فاوند، يعني النوت فاوند نوت فاوند خلصنا منه، لكن اذا كان فاوند قول لي كم مره فاوند. يعني هذا مثلا لما قال لي هنا التي انها موجوده في بالستاين فهمت، ولما قال له هنا اي موجوده في بالستاين بس مش فهمنا، بس لكن ما قال ليش كان المفروض يوضح لي انه كم مره متكرر موجوده في الكلمه هاي. عايزين نعرف الكلام هذا. هل الموضوع هذا صعب؟ لا، بس هذا الموضوع بذكرنا في مين؟ بذكرنا في مين اللي احنا خدناه في السلايدات اللي فات، اللي هو موضوع ايه؟ السمشن. فعايزين نكتب الكلام هذا زي ما انت شايف. لاحظ هاي اي هنا في بالستاين هيعطيني 2 تايمز، انا يطلع لي زي هيك 2 تايمز، يعني اي از فاوند ان بالستاين 2 تايمز. بالفعل هاي اي وهاي اي. هنا مثلا اي فاوند كم مره؟ 5 مرات. هاي 1 2 3 4 واخر مره هي الخامس، كلام سليم. واخر شيء لما نعطيه مثلا جازه مش موجوده حقول له نوت فاوند، ما فيش فيها تكرار. الكود اللي صار معنا هنا، الكود اللي صار معنا هنا طبعا انا ما غيرناش ولا حاجه، بس ايش ضفنا عندنا؟ ضفنا عندنا موضوع السميشن. ايش اللي ضفناه هنا؟ ضفنا ايش جديد عندنا هنا؟ بدينا من جي تساوي صفر،
وفي كل مرة احنا بيعطينا هذا الكونديشن ترو بدنا نزيدها واحد، صح ولا لا؟ يعني جي هنا كانت، انا افترض انها مش موجودة، الحين اول مرة اذا كان في ماتش زي المثال اللي هنا او زي موضوع المثال اللي هنا، هاي مر اول مرة شاف الاي اللي هي في الحالة هاد، هنا صارت عندي جي بتساوي صفر زائد واحد، صارت جي بتساوي واحد، طبعا رجع وزاد، وبعدين لما وصل للاي هان الاخيرة صارت هنا ايش؟ واحد زائد واحد، مش تعدلت قيمة اللي حقرة قيمة جي من الرام، فصارت جي بتساوي اثنين، عشان يطبع لي هنا مين؟ عشان هيك هذه القيمة تاعت الجي هذا اللي ضفناه، شايف موضوع يعني اللاين بسيط جدا، وزي فكرة الاكيوميليتر هو لما نضيف عليه اللي هو الواحد، وهنا طبعا اللي زي ما انت شايف الحرف is found في الكلمة اللي دخلناها جي تايمز، يعني حسب عدد المرات، وهذا الكلام صحيح. هيك هيك طبعا الكود عندنا هنا صار تماما، فيش ادنى مشكلة فيه، وضفلنا طبعا امكانيتنا اللي احنا فريكوانسي، يعني قديش الحرف متكرر في الكلمة. وطبعا دير بالك هذا موضوع تكرار الاحرف في الكلمة او الفريكوانسي كلام حينفعنا احنا قدام، بالذات في مواضيع الخاصة بالرياضة المنفصلة، فبالتالي هذا برمجي لازم تكون فاهمة تماما كيف انا اقدر احصل قديش انا عندي الحرف متكرر في كلمة او في جملة او في تكست. طيب طبعا احنا لاحظ هاي الاضافات اللي نضافن على الكود اللي قبل، معلم لك اياهم بالاحمر للتوضيح. الان نيجي على حاجة اخر شيء، موضوع النستد وايل ستيتمنت. النستد وايل ستيتمنت نفس فكرة النستد اف، طبعا الفكرة تاعته انا شالك اياها بشكل بسيط، حين بفي عندي تو وايل لوب، هاي الوايل الاولاني وهاي الوايل الثاني، لكن هذا الاوتر يعني اللي هي ايش، وهذه هي النستد. النستد هنا اول شيء بيتم بيشتغل من الكونديشن الاول، اذا الكونديشن الاول تاعت الوايل الاوتر البرانية فولس حيطلع وخلص بينتهي اللوب، واذا كانت ترو هي اجت ترو عندنا هنا زي هيك زي ما انت شايف، حيشيك على مين؟ على الوايل الثاني، حيدخل في الوايل الثاني وحيشوف الكونديشن تاعها، اذا فولس معناته كلام حينتهي لللوب الثاني وحيرجع على مين؟ على اللوب الاولاني الاوتر لوب. عفوا. بعدين هنا بعدين هلا لما رجع اذا كان الكونديشن ترو، واذا كان هذا كانت ترو حيعمل ينفذ الستيتمنت وذكرين موضوع الابديشن، وبعدين هنا حيرجع كمان مره كار لما يخلص اللي عندنا هان الكونديشن تاعه، وبعدين حيجي على الاند يرجع كمان مره على الاوتر. لربما يعني من كمثال في الكود هنا اوضح شوي، يعني مثال هاي احنا عايز يطبع لي هنا 10 معطينا نمبر، وكرر الكلام اطبع لي النمبرز 1 ل 10، شايفهم هاي 1 2 لحد 10. طيب ماشي، لو انا عايز الكلام هذا اكرره اكثر من مره، يعني زي ما انت شايف، لان عايز الكلام هذا اللي هي الجمل اللي طبعت الكلام هذا، هي شايفها هذا الكود هذا لحاله. طيب هذا الكود لحاله انا عايز اكرره كم مره؟ مرة اثنين ثلاثة أربعة خمس مرات. يبقى بدي أعمل هنا بدي لوب خارجي، هذا حيكون اللوب الداخلي، عايز لوب خارجي. اللوب الخارجي كم مرة حيشتغل؟ لازم يشتغل خمس مرات. فلاحظ إيش عمل هنا والكلام هذا اللي عملنا، شايف هنطلع لنا نفس الكلام اللي حكيناه، شايف هذا اللي هو بالأخضر الكود اللي هان هو نفسه، هاي الكود اللي هان نفسه، بس اللي هنا صار عندنا مين؟ نستد وايل، يعني صار هذا الان البعض كله مع تعريفه صار جزء تابع لمين؟ للوايل الخارجي. هاي الوايل الخارجية بتتكرر كم مرة؟ خمس مرات، شايف هاي ريبيت واحد اللي هو واحد اقل ويساوي الخمسة، وبعدين هنا يعمل لي ايش؟ ريبيت بلس بلس زي ما انت شايف. الان هنا هذا الكلام حيطبع لمين؟ الجملة. يعني فهذا مثال على موضوع الاوتر لوب. فهو فعليا في النستد لوب، الناس تدوب أول مرة بتشتغل أول مرة، بعدين بتدخل وين هان. طبعا هذا بيشتغل حسب قديش الكونديشن، طول ما الكونديشن ترو لما يخلص ويطلع بيرجع لمين؟ بيرجع بيكمل من هان، بعدين هان، بعدين نهاية اللوب تاع، بعدين يرجع كمان مرة على اللوب الخارجي. يعني طبعا موضوع التريسينج تاعتها مش معقد كتير، مش كتير احنا بنستخدم موضوع النستد وايل، واللي طبعا هي الأوضح منها موضوع الفور لوب، الكلام اللي حنشوفه في المحاضرة الجاية. إنما فكرة النستد لوب طبعا نفس فكرة زي الاف او النستد اف، نفس المبدأ، والحكاية بانك تكرر يعني تكرار داخل تكرار. تعال نشوف اكزامبل مثلا، وهذا طبعا يعني اكثر بوضح بشكل اكثر من خلال الاشكال. شفنا احنا المثال اللي معنا اللي هن. طبعا ايش عملنا؟ بس كتبنا القيم 1 2 3 4 5 زي ما انت شايف. طيب يعني عندنا وايل جوا وايل، وين احنا ذاكرين هذه هي اللي بتطلع لي عندنا مين؟
الاكس اللي هنا، وبعدين طبعنا له هنا قلنا له حط بعد ورا كل سطر اللي هو عندنا الكولوم، وبعدين اكتب له الكولوم. مين الكولوم؟ الكولوم هاي اللي فوق اللي هو بادي من 1 2، هذا كل شوي حيزيد صح؟ حيبدأ من 1 بعدين 2 3 4 لحد يتصل لخمسة، لأنه لما يصل لستة هان حيطلع الفولس الكونديشن وحيطلع خلاص زي ما أنت شايف. طبعا احنا لو عايزين نعمله زي هيك هذا شكل تاني، الآن طبعا ببين لأي مدى عندك المهارة في فهمة النستد لوب، هذا يحتاج طبعا إلى ممارسة، وممارسة طبعا وجهد كبير صراحة. الفكرة اللي أنا بقول لي طيب وقف شوي، هو أنا عايز أعمل يعني بمعنى آخر، هنا واحد ما دام هذا واحد يعني بدي تشتغل مرة واحدة، والاثنين يعمل اثنين، والثلاثة اللي هان ثلاثة، والأربعة أربعة زيك، والخمسة يعمل لي الخمسة هذول مثلا. طب هو سؤال الرقم هذا من وين جاي؟ من 1 لـ5، وين 1 لـ5؟ اللي هو تعمين أساسا، هو تاع موضوع الكولوم. فأصبح أنا عندي هنا موضوع أنا عايزه يتكرر، يعني أنت بتبدأ له كل مرة من 1 لـ10. أنا بديش تبدأ لي من 1 لـ10، أنا عايز تبدأ له من 1 لمين؟ يعني الحين السؤال هنا بيبدأ من 1 لـ10، أنا عايز يبدأ من 1 لـ1، ومن 1 لـ2، من 1 لـ3، من 1 لـ4، فبالتالي القيمة اللي هان هذا اللي حتتغير. واضح؟ لو أنت فكرت فيها شوي حتلاقيها نعم هو في. طب ومين اللي حقيم هذا حتحل؟ هو موضوع الكولوم اللي هم نفس الأعداد اللي هان، يعني لاحظ زي هيك. فجرب الكود اللي هان زي ما أنت شايفه، كود اللي هان هيعطيني اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه. وطبعا ما حاول تغير القيم اللي هان، حاول تعملها ماينس ماينس، موجب موجب لتعات، يعني غير وبدل في الكود وشوف شو حيظهر معاك هان. يعني مثلا عايزين الآن يعكس، عايزين يجيب له مثلا 5 فوق بعدين 4 بعدين 3 بعدين 2 بعدين 1، يعني هذا الشكل يكون ايش معكوس شو حتضطر تعمل في الكود. طبعا هذه الأمثلة بتعزز فهمك لموضوع النستد لوب، واضح؟ طيب اعتقد ان احنا هيك وصلنا لنهايه المحاضره. محاضره طبعا بالفعل هي محاضره تحتاج لتركيز وزخمه وزخمه طبعا. تبقى عندنا المحاضره الجايه نكمل مع بعض موضوع الدو وايل والفور لوب وامثله طبعا اكثر. وبتمنى طبعا ان تكونوا يعني المحاضره هاي واضحه بالنسبه لكم. نراكم ان شاء الله المحاضره الجايه، ويعطيكم الف عافيه.